خليني اخد من هذه الحاله اللي حضرتك وصفتها ازاي يعني اجرائيا يعني تصدي دار الافتاء في تجربتها للافكار المتطرفه الى بعض الهوامش اذا جاز التعبير. الهامش الاول وهو استقلاليه دار الافتاء في هذه التجربه، لانه يحلو للبعض انه يدخل من هذه الثغره للمنتج الفقهي لدار الافتاء، انه يعني هل تدخل احد او هل طلب احد فيما يتعلق تحديدا في مواجهه افكار هذه الجماعات، خاصه انه صدرت بيانات ضد جماعه الاخوان الارهابيه، ويمكن من اوائل المؤسسات اللي فعلت ذلك الحقيقه، طلعت هذه البيانات اللي بتدين مش بس افكار هذه الجماعه وتصرفاتها وافعالها. هل بيتم تدخل او بيطلب مثلا من الدار تعمل بيان معين او تصدر راي معين؟ يعني استقلاليه دار الافتاء شكلها عامل ازاي؟ استطيع ان اقول لك باسلوب جازم وحاسم بان دار الافتاء مستقله، لا يملي عليها احد ابدا رايا او قولا او ماذا ستفعل. الى يعني من تاريخ 4/3/2013 الى وقتنا الحاضر الذي يسجل فيه. انا بذكر تجربه حضرتك عن هذه الفتره. في الحقيقه لا توجد استقلال تام انت تفعل ما يمليه عليك صحيح الدين، ما يمليه عليك الضمير العلمي الذي تتبعه، ما يمليه عليك فهمك للواقع. لان البعض متصور ان المفتي منعزل عن ارضيه الواقع، ده بالعكس، ده الواقع جزء من عمل الفتوى. الفتوى مكونه من 3 أجزاء رئيسيه. جزء منها فهمه بيتعلق بتعليمي في الازهر الشريف وتلقي العلم وتكوين الملكه العلميه. ده سيادتك بياخذ فتره طويله من الزمان. صحيح. من أولى إعدادي لغاية ما يقدر الله سبحانه وتعالى أن يتصدر الإنسان للفتوى. دي مرحلة تكوين العقل العلمي وإجراء الحوار بين الأفكار المتعددة من المذاهب المختلفة، المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي وغير ذلك من المذاهب المطروحة على الساحة. ثم بعد ذلك تأتي إلى أن تنزل إلى أرض الواقع بأفكارك وبملكاتك العلمية الحاصلة، تنزل إلى أرض الواقع. النزول إلى أرض الواقع نزول في فهم واقع المجتمعات والمسائل المعروضة وأبعاد هذه المسائل. هذا بيحتاج إلى علوم أخرى وإلى تعاون مع كافة العلوم أو إيجاد العلاقة المفقودة بين العلم الشرعي وبين العلوم الأخرى. المرحلة التكاملية هي التي تحدث عن طريق الفتوى في هذه الحالة، فبنتصل بعلوم الاجتماع، بنتصل بعلوم السياسة، ونتصل بعلوم الأخلاق، ونتصل بعلوم الطب والهندسة وغير ذلك من العلوم المختلفة. يعني احنا فيما بعد ترجمنا هذه الأفكار كلها في المعلمة المصرية لعلوم الإفتاء وأوجدنا علاقة بينية بين الفتوى والقانون، بين الفتوى وعلم الاجتماع، بين الفتوى وعلم الاقتصاد، لأن كل هذه العلوم هي محركة للذهن وللعقل كي يفهم الواقع الذي يعيشه. ومن هنا المفتي مش هيعيش أبدا منعزل عن هذا هذا الواقع، هذا المجتمع وهذا الواقع، إنما لابد أن ينغرس في هذا الواقع ويفهم هذا الواقع، وإلا كانت الفتوى مفتورة، كانت غير صحيحة. إذا لم يفهم المفتي الواقع فهما صحيحا دقيقا محيطا بكل أبعادها، بل مش محيطا بأبعادها فقط، بل محيط بالمآلات التي سيرتبها الحكم الشرعي على هذا الواقع، وبينظر في المفاسد والمصالح، عملية ذهنية معقدة. ولذلك الاستقلال لا يمكن أن تكون يفترض أن تكون مستقلا إلا بهذه الملكة العلمية الحاصلة. لأن أنت أولا فاهم للدليل الشرعي، مطلع عليه، متعمق فيه، ومن ناحية أخرى فاهم للواقع الذي أنت تعيش فيه. هذا الواقع متشابك مع كافة مؤسسات الدولة، مع كافة أفراد الناس، مع عادات وتقاليد وغير ذلك. وربما لو جلسنا مع سيادتك نطرح التقاليد ماذا أثرت في واقع حتى الفتوى، يعني والفتوى كانت مناهضة لهذا الواقع في كثير من مراحل المجتمع أو موافقة لهذا الواقع في بعض الحالات. ستجد في الحقيقة أن أنت أمام اشتباك مع الواقع، لابد أن يكون في استقلال. صحيح. لكن أنه يعني الفكرة
في تليفون بيجي للدار، في مسؤول بيقول يعني هذا لم يحدث. ما فيش تليفونات ولا في هواتف. لا ما فيش تليفونات. هو في الدولة مدركة لمصلحتها أن هي بتترك المؤسسات تعمل على بما تملي عليه المصلحة، خاصة في المؤسسات الدينية. وأنا أقول عن مؤسستي بس هو خاصة، لا يوجد أي إملاءات من أي نوع من الأنواع، وإنما ترك الإنسان يعيش في مساحة من العمل بما يمليه عليه الضمير العلمي، بما يمليه عليه صحيح الدين.